بتيجي علشان تشيل الزباله؟ ما بتجيش تشيل الزباله، مش كل المناطق، وفي شركه بس هنا اللي هي ماسكه المساكن فوق دي، دي فيها ورديتين شغاله ليل ونهار، لما بقيت المنطقه كلها زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده كده، مفيش عربيات بتيجي تشيل خالص. يعني طب الزباله اللي هنا خاصه بسكان المنطقه دي بس؟ سكان المنطقه، سكان المنطقه بس هيوضعوا فيها، جايب لهم صندوق زي ما انت ستك شايفه كده وبيرموا فيها الزباله. طب واللي عندك؟ بيجوا بقى الزبالين اللي هم بالعربيات يروحوا مقلبينها في قلب الارض، ينقوا اللي هم عايزينه ويروحوا سايبين الباقي كله في قلب الارض. واللي بيجي يشيل بياخد احيانا بيجي ياخده في كراتين بس وبيسيبوا بقيه الزباله. يعني بيجي ياخد الحاجه الصالحه ليه هو. انا بقول له دايما يعني شيل الكل عشان حتى المكان يبقى نظيف. لان زي ما انت حضرتك شايفه برده وبرده صوروا الحاجات دي برده وحطوها، المصب الوحيد للزباله هو هنا. فعايزين بقى يعني يتراعى حته الزباله دي وحته السلم برده، ده سلم قديم اثري المفروض يبقى ليه رؤيه ثانيه غير اللي احنا فيه ده. بيجوا مثلا كل فتره، مثلا كل شهر شهر ونص كده. كل شهر شهر ونص بيشيلوا الزباله؟ يعني الزباله دي بتفضل متراكمه كده اهو لغايه لما بتفضل موجوده. طيب الزباله يعني ليه منتشره بالذات على السلم وفي المنطقه دي؟ هم حطوا صندوق هناك على السلم من هناك كده ماشي كده، والناس بترمي فيه. وكل فتره بقى على مفترات يعني مثلا فترات طويله كده زي ما بقول لك شهر ونص كده على ما بيجي يشيلوها. وبالليل بقى حوالي مثلا اخر النهار كده ما فيش ولا عمود من دول بينور. واختارت طبعا السلام، طبعا حريم طالع حريم نازله وبيشتكوا من كتر السرقه، مثلا واحد بيرخم الكلام ده كله. حاجات ميته، العيل زي ده ما بيقدرش يخرج بره من الريحه والقرف، اللي عنده حساسيه واللي عنده القلب والسكر والضغط، نعمل ايه يعني؟ عايشين في قرف هنا في الزباله. بص المنظر من اول السور لاخره كله زباله، والجبل كله زباله. يعني بيجي الزباله من هنا؟ مفيش حد. المسيحيين بيجوا يشيلوا لنا الزباله ويذلونا عبال ما يشيلوها. اللي معاه قطه ميته تجيبها، اللي معاه كلب ميت يجيبه، اللي معاه فرخه ميته تجيبها، اللي معاه جدي تجيبه، يعني قرف من كله. والله احنا عندنا هنا الشوارع الجانبيه دي محدش بيجي عندنا خالص. في بقى في المساكن هي الجهه دي بيجوا، مش هقول لك لا، تبقى نضيفه على، انما هنا دايما مفيش. خش حتى تبص تلاقي الشوارع كلها جانبيه دي، ولا نور ولا زباله، كلها كده مقرفه. والكلاب طول النهار والليل كده بالمنظر ده. بص عادي كل واحد راجل جنب بيته وبلاوي، يعني المفروض يبر على الحاجات دي كلها. طب والاضاءه هنا وعلى السلم والزباله دي؟ لا اضاءه، ما فيش اضاءه. والزباله هي زي ما هي، السلم ما اعرفش بصراحه. طب طلبتوا حد يعني نائب او مجلس محلي يظبطها؟ احنا طلبنا ورحت الحي كذا مره فوق، ان انا ساكنه في حاره بشعه قوي فوق، انت ما صورتيش فيه، تعالوش فيه. رحت كذا مره، كذا مره جوزي بيروح، وكذا مره مسجله بطاقتي كمان هناك، بس هم بييجوا يشيلوا، بس الناس بشعه قوي. مفيش اي اهتمام، مفيش اي اهتمام، مفيش اي اهتمام. بالعكس، في بعض الاراضي الفاضيه اتقلت ملا زباله، يعني الاراضي الفاضيه بقت مليانه اكوام زباله. طب مفيش اي اهتمام للعربيه تيجي تنضف ولا اي حاجه؟ مفيش عمال يعني بيجي؟ لا لا لا، مفيش 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 الا العربيه الصفحتين على اول السلم دول بس، بيكملوا بيفضوهم خلاص على كده.